كنت غاوي وان كنت ناوي قناة النجم احمد الخيلاوي قناة النجم العظيم اخر حبة من حبات عنقود الموهوبين احمد الخيلاوي عشان في الياوي حاجة شخصية لي كل نجوم مصر اللي منورينا ومشرفينا كلها بالحب لفرحه النهارده مهرجان في العادي ان شاء الله عريس الفنانين احلى كابتن مصر عريس النهارده الكابتن باسم مرسي باركيت هنام ودان الحاسم من نجمنا ونجم مصر دكتور المزيكا المحترم الموسيقار احمد ابو السعود والاسره الفنيه اخويا حبيب الاداره احلى سيد الليمب بنحييه مره ومليون عم ابراهيم باشا احنا بنحييه تحيه شخصيه اخو العريس الكابتن نادر احنا بنصبح على كل الناس الموجوده اولا قبل ابتداء العمل كما تعودنا هنسمع الفتحة لله بنية صافية ان ربنا يتم فرحة النهاردة بالخير ويوعد كل مشتاق بالفرح سمعونا الفتحة لله ايه عم يودي مسعد احنا بنحييه من وراء تحية وحدة فيديو مالك روحي للتصوير التلفزيوني السادة العاملين بالوحدة احنا بنحييهم تحية شخصية لحظات ثم لحظات ضيوفنا الاعزاء ثم يتم الاعلان عن الاسرة الموسيقية فاصل والاعلان بعد الفاصل الموسيقى غذاء الروح دكتور المزيكا المحترم والأسرة الفنية لحظات ثم لحظات 3-2-1 ويتم الإعلان يا كلنا مسلمين اللي بيخاف ربنا يقوم يقف اللي بيخاف ربنا يقوم يقف واللي واكل محشي ما تقومش منك لله يا اللي ما ترفع ايدك اللي اتنين فوق وتسحب سقف الراجل واحد ارفع Oh,
وكفر يا حويج من الانهار. خليت عزيز النفس عشان عديم المال. ملعون ابوك يا عروسه زيت السلال قتل. لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال. لا روح لاول واحد احتجت له في سؤال كسر في خاطري ساعتها ودواني بيت الحال. وحنخش كاس العالم وحنجري يا ما اجوان. نروح لاول واحد اول واحد نبتله بسؤال كسر بخاطر ساعتها ودوان بيت الحال. تعمل شرجال او جمر يا ما قولوا معايا ماشي قولوا معايا ولع 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 يا ماشي هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده قولوا صل على النبي صل على النبي صل على النبي منتخب
احكى عنك حتى من غير ما يشوفك، زي ان اي حتى لقيت اسمك يقولوا تكرم لك. بص عمرتها بحراوي، احنا دايما بنقول مش مهم الشكل، مش مهم الست، ولا المهم الصورة، المهم اللي هنا البحراوي اول واحد غنى للاسطورة. احمد توفيق محبة يا ناشفة، طب باسم مرسي دي المدرسة، باسم مرسي قلنا ده المدرسة. بص بقى ابراهيم صلاح مزار المدرسة، مزار المدرسة، مزار المدرسة، على طول حالي يا بص مش راضي الغيك يا عبد ابراهيم، انت اي نعم بتكفر اللعيبه بتطلع ميتين، مفيش اللي بيحد منك بتفوت امه، بس انا بحبك بالله يا كابتن ابراهيم والقران المنصوره ابو قلب ابيض الكابتن ابراهيم صلاح، ابراهيم صلاح انا بحبك بالله، ابراهيم صلاح قلنا غير متاح، ابراهيم صلاح قلنا غير متاح، علشان البلد ترتاح. كابتن علي انت عارف، انت عارف احلى فيك، احلى حاجه فيك ايه؟ الابتسامه بتاعتك اقسم بالله. تعالى اوريك بس، تعالى يا كابتن علي، تعالى يا كابتن علي، خلي بالك من كابتن علي من عندنا من طنطا، من الاخر يعني كابتن علي من عندنا من طنطا. يا سيدي ابو السعيد، وزير الدفاع كابتن مصر الكابتن علي جابر، وشعارنا في نادي الزمالك اللي يعدي يموت واللي يفوت ما يشوف، اللي يعدي يموت واللي يفوت ما يشوف، واللي يزعل علي جابر يقعد حتى الكوره، مروح روح يا سيد، روح روح روح. شوفنا نجوم مصر وهم ابو رئيس على بحراوي، اشيكا بالا اشيكا، بص يا بحراوي، بص 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 يا بحراوي، احنا لما بنيجي ندي على اشيكا بالا بنقول ايه؟ شيكا بالا شيكا بالا يا حبيبي، شيكا بالا يا كابتن
عايز اقول لك على كلمتين حلوين قوي. اتحاد انت بلدنا اللي احنا بنتصرف بيها في كل مكان. اتحاد المنصوره عبد العزيز توفيق اخويا وحبيبي. اتحاد ابراهيم صلاح اخويا وحبيبي. شيكا بلا برضه اخونا وحبيبنا. بس النرس طبعا روح من بره. ابوك راجل اللي ترفع ايدك والله.